هذوزا اخر الله يرحمك. اليوم عيد الحب، خصنا نحتفلوا بالنساء ديالنا، كوساسوا الام، كوساسوا الزوجه ديالك، كوساسوا الاخت. الواحد كيعمل واحد لو جيست باش يخلي هذا الانسان اللي عنده عزيز فرحان وصافي، هذا ما كاين. انا بالنسبه لي لا، ولكن كل واحد يعاودوا الراي ديالو. انا بالنسبه لي كنظن هذا واحد العيد اللي الواحد خصو واخا غير واحد الجيست سامبل وصافي، باش كيفرح بديك الانسان وصافي، هذا هو المهم بالنسبة لي. اليوم كنحتفل بعيد الحب بالحب ديالي الام ديالي اللي غادي نهديها هذا البوكي دو فلوغ فيه اي لاف يو ديال كنعبر على الحب ديالي. كل عام دابا حنايا الجينيراسيون جديده كنحاولوا نحتفلوا بعيد الحب، كيعطيونا واحد النهار اللي هو هذا النهار نحتفلوا بعيد الحب اللي كنبغيوه. كنوجهوا له واحد الهديه ولا واحد الكلمه طيبه كتعبر للحب ديالنا. حسن ما كنعترفش بعيد الحب، شي اعياد دينيه شي حاجه هكذا، يا واخ ماشي ديال عيد الحب وشي ديال هادشي هذا، ما ماشي ديال يعني فهمت ديال شي ديال منهج اسلامي فهمت، هادشي هذا ما خارج لا شي واش لا فهمت، وهذا هو الراي ديالي، كل واحد والراي ديالو في الحياه فهمتي. واش الحب حقيقي في هذا الوقت؟ واش نقول لك هذا الوقت هذا ما بقاش الحب بحال اللي كتقول، كاينه غير هذا الوقت هذا كاينه غير اللي يصطفيك الغفله هادشي اللي كاينه، ما تقول زعما شحال شحال شي حب حقيقي ولا شي حاجه ما كاينه شي في هذا الوقت هذا، قلال ولاد الناس اخ. الوغ نقول لك اخ اش نقول لك، انا باقي ما مجوزش اخي، باقي عاشر اخي صراحه در. لان حنا باقيين فيها فهمت، شي حاجه معقول ما كايناش، معقول ما كايناش، كاينه غير اللي يوشي عليك اللي صطفيك الغفله اللي كذب عليك، هادشي اللي كاينه فهمت. بنات الناس باينو ما بقاوش في هذا الوقت هذا اخي مرجع قلال، خاصك بنت نفس الطونوبيل خصك كذا خصك عيد الحب خصك كذا خصك حوايج حمار خصك حنا هادشي هذا ما كنعرفوش، حنا تربينا مرضي فقاره فهمت، تربينا مع دراوش فهمت، ما كنعرفوش هادشي هذا. هو حنايا كسكنة طنجة أوكي كمجتمع كمسلمين وكمجتمع ديال المجتمع العربي وكمغاربة، الثقافة ديال عيد الحب ما صراحة هي ماشي الثقافة ديالنا، ولكن بدعة نقدروا نقولوا أنها بدعة، فيها واحد الرسالة ديال التسامح ديال المحبة ديال الهدايا، تهادوا وتحبوا، فإن يقال بأن الحب معصية فالحب أحسن ما يلقى به الله. إلا عندها علاقة بالمحبة والوداد الإنسان يعمل يغتنم هذه الفرص هذه، أما كعيد ما كنأمنش به صراحة، ولكن كمحبة مع الناس الإنسان مزيان مزيان.
بوكي دو الورد سبا ماريا تشيفاريا que hoy es su cumpleaños. Ana, no tengo amor ni tengo a quien regalar flores ni nada. Es que mi madre tampoco le gusta flores. قلت لك كنحتفلوا دائما بالعيد. عندنا عيد الحب دائما ماشي غير نهار واحد. وصافي، انت عارف ملي كتكون الدنيا مقاربه للدبيزه كيبقى لا حب لا والو، كيبقى غير معقول. هادشي اللي كاين، الله يسر الامور. هذه الوالده ديالي والولد ديالي والوالد ديالي والزوجه ديالي والابناء ديالي. هادو هما اللي عندي حاليا. انت كتسافر على طول؟ على طول العام. عندي انا ما كنعترفش بعيد الحب مره. علاش؟ هكذاك حيت ماشي عيد. ما عرفوش اصلا واش كاين ولا ما كاينش. كاين عيد الحب 14 في جوج وكذا، ولكن حنا كنعرفوا كاين حب الله هو الاول، وكيبقى الحب ديال المجتمع ديالنا. حب الزوجة، حب الأبناء، الأصحاب، الأصدقاء، هادشي اللي كاين الله يسر. اليوم عيد الحب كنقدموا للزبناء ديالنا الورود، وهذا العام هذا السلعة تزادت شي شوية، بحال دابا بحال نهار 14 فبراير كنا كناخذوا الوردة بثلاثة دراهم 4 دراهم، يعني كنا كنبيعوها ب 10 دراهم، تربحوا شي بركة قليلة. وهذا العام هذا خويا دابا الوردة في الفينكا، يعني في الفيرما تدير 15 وردة وزيد ترونسبور. وانت كيف ما كتشوف اخويا، انت كلشي حداك هنايا كنصايبوا بوكيات ديال هذه المناسبة. اليوم كيكون اقبال كبير على الورود، وكنحاولوا نفهموا الزبناء اللي كيجيو يشريوا الورود بان السرعة زايدة شي شوية، ما ماشي بحال الايامات العادية. يعني الكونتيتي كاملة اللي كتلعب على الورد الاحمر، تقدر تاخذ الالوان الاخرين، تقدر تاخذهم ب3 دراهم 4، اما الورد الاحمر دابا تيدير 15 درهم. وان شاء الله يكون خير، وكنشكروا هذه القناه هذه اللي كتساندنا مره، ومن هذا المنبر هذا كنبغي نوجه التحيه لخويا عبد الغني الزدو. Thank you.